الجمهور كده لا ما يزعلش مننا، بس تحت امرك. خلينا نشوف المباراه وهنرجع. وعلى فكره المتفق مع حضرتك كتير جدا ان كل الجماهير في كل مكان بتقابلنا بتتكلم عن المباراه اللي جايه، بتقول طموحاتها لفريق الكوره والجهاز الفني، شايفين ان كل الجهد المبذول، تعاقدات، الاختيارات الفنيه، تطوير الفريق، اعاده بناءه، النجوم الموجوده، فايلر وقدراته، بتقول ان احنا مؤهلين وان الكره في ملعب الفريق نفسه دلوقتي، ان المسؤوليه عند الفريق. بس هنرجع للنقطه دي ونشوف حسابات التميز للنادي الاهلي وحسابات القوه عند المنافسين اللي المفروض نتعامل معاها بشكل افضل من النسختين السابقتين من دوري الابطال او الكام سنه اللي فاتوا اللي ما وفقناش فيهم في البطوله الافريقيه. حضرتك شايف ازاي فرص الاهلي وشايف ازاي لقاء القمه في الامارات يوم الخميس بين الاهلي والزمالك؟ سوبر ابو ظبي، سوبر رقم 17، سوبر فوز نادي الزمالك بالسوبر الافريقي هيطفي على المواجهه مزيد من الاثاره والحماس والقوه، هيخلي العمليه 50-50، روح عاليه منافسه. لما يقول لك انه الفوز على الاهلي ده يساوي بطولتين، بطوله الفوز على البطوله الخاصه والفوز ببطوله، يعني دي تصريحات من مسؤولين في نادي الزمالك. حضرتك شايف ان فوز الزمالك في السوبر على الترجي التونسي يعني اداله قدر من الثقه قبل اللقاء ده؟ اه طبعا، خلى فرص اداؤه انه يكون اداؤه جيد او افضل مما كان لو خسر السوبر الافريقي. لا ده اداله يعني ادى، هيخلي فيه حماسه، في روح معنويه، يعني كسبنا الترجي ليه ما كسبنا بطل افريقيا؟ خلاص ده الورق بيقول كده والمنطق اللي اتشاف، كسبنا غيره ما نكسبش الاهلي، ما نكسبش الاهلي، نكسب الاهلي. طيب يعني طموحات الاهلي وحوافز فريقه الاهلي، الاهلي بقى عنده، بص حضرتك، الاهلي طبعا هيبقى في تحدي جديد لفايلر، لانه فايلر فاجئ الجميع في ماتش سوبر 3-2، يعني ما حدش كان يتوقع، واكثر المتفائلين في الاهلاويه لم يكن يتوقع انه الاهلي يكسب السوبر. لو تفتكر ارجع على 3-4 شهور اللي ورا، كله كان زمالك متوهج، كمان بعد ما فاز بالكاس كاس مصر امام بيراميدز عمل برضه مباراه كبيره، وكل الكلام اللي اتقال. لكن عايز اقول للي متابعين واللي ممكن يعرفوا، عاوز اقول للاعيبه الاهلي هم نفسهم، يعني هو الاهلي كاسم عنده ميزه انه في فريق في المواعيد الكبرى، يعني فريق بتاع المواعيد الكبرى، يعني تجد فريق ممكن يدي لك اداء انت ناس مش مقتنع مثلا باداء قدام المصري، ويفاجئك باداء قدام الزمالك، اداء غير متوقع. المشكله انه فوز الزمالك هنا على السوبر خلى المباراتين، المباراه قصدي، هتبقى فيها ندية. شد، لا نديه وشد وجذب، دي حاجه. الحاجه الثانيه، انت عندك كارتيرون درب الاهلي، عارف كل صغيره وكبيره، حتى مع كم التغيير اللي في الفريق الاهلي ده، تقريبا اللعيبه الجديده، بص هقول لحضرتك حاجه، اللعيبه اللي تم التعاقد معاها في 2019 فتره انتقالات شتويه، ثم في اغسطس وفي يناير 2020، تمام 90% منهم ما لعبوش مع كارتيرون. لا لا، بيلعبوا دلوقتي بنسبه 90% في الاهلي بالظبط. بس هو عارف، عارف كلمه السر ولا مش عارفها؟ طبعا دي ميزه لصالحه. انا بكلمك اهو، عارف كلمه السر ولا معانا؟ دي حاجه تانيه. الداهيه السويسري خلاص بقى عنده ثقه، يعني ايه؟ هيتعامل، عنده ثقه، ازاي؟ عارف يعني خلاص من اهل الدار بي، فهيعرف يتعامل مع الموقف، وعارف قدر وقيمه فريق نادي الزمالك وجماهيريته الكبيره والروح اللي جاي بيها، واكيد عارف ان المباراه بتاعه السوبر اللي فات غير المباراه دي، الوضع مختلف. المره اللي فاتت هم ما شافوهوش وقال لك ده قعدوا يقولوا عليه، فربنا كرمه ووفقه، كسب شعبيه عند جمهور الاهلي.